صورة شهيرة هناك بالله هو مصور. يقول الصورة هذه دخلتني السجن. 1400 ما نم 160 شو بيختار؟ طيب يا جماعة الآن بنقابل معزبة شخصية جميلة جدا وخلونا نتعرف على لحظات مهمة جدا والآن نتعرف على معزبة. Welcome to Saudi Arabia in Paris. Oh, cool. Now you are going to go to make a trip in Saudi Arabia. الله يقولنا نقول مرحبا بكم السعودية في باريس. أباخذك رحلة داخل السعودية هنا. Where? Nice to meet you. Come. Which city in Saudi Arabia? Please. Which city in Saudi Arabia? All. Everywhere. يقول كل من السعودية بتشوفها هنا. Everywhere. This is the Farazan Island. هذا 1975 بداية الثمانينات. هذا تنيك شروره. هذا 1403. هذا 1404. And this again, this is the cover of the book. You know, probably this picture. Yes. And this also. This is a very famous pictures. I work a lot. Actually, the best of this one is here. يقول ثلاثة أيام عشان ألقط الصورة هذه. لأنه فيها تعب كبير جدا. هذا الزهر وهذا النصي. والزهر ترى معروف صغير ولما يزهر يطلع فيه ورد، ورده صغير جدا. فهو يقول انتظرت لين مرت الابن بألوان مختلفة وقفت ولقيت الزهر معها مع العشب الأخضر والأرض وهنا تشوف التراب مره واضح. فهذه من الصور اللي أنا أفخر فيها دائما. سبحان الله العظيم يرون الجمال في كل التفاصيل. احنا نشوفها شيء عادي عندنا في حياتنا اليوميه صحيح سميرون صحيح الله هذه هي نفس الصوره واو ترى هذه صغيره جدا زهره صغيره اذا الزهر ذا اللي يشوفك زهر اي ريمبر ناو اوه از ات هيرت ماي فيت اقول عاد قطعنا الشوك في رجولنا من اول نعرف انا نيفر داي ذي كان ستي ان ذا سان اف ات دوزنت رين فور 10 ييرز ذي ويل نوت داي وين ات رين اند كاملز لاف ات هذه هدية جبناها من العربية العود لأنه عندهم عطورات بأسماء الجبال وهو يهتم بتضاريس المملكة العربية السعودية وجبالها والصحراء وإلى آخره فجبنا شيء اسمه جبل التوباد وله قصة شهيرة في قصة قيس وليلى. Thank you. C'est beau. It's a perfume. It's a perfume, yes. Oh, elle est belle la bouteille, hein? Pas touché. يقول ما نلمس هذه هدية طيبة مرة يستاهلون بعدين دقيقين في العطور يعرفون نعم صحيح خلطة كذا عربية سعودية بعد اللي شفناه كله عند مصور مينوزا والإرث الجميل عن المملكة السعودية مهما حاولنا نجيب من هدايا ما تليق تعرف ودنا نجيب شيء من ثقافتنا فما قدرنا نجيب الجنبية فما شاء الله محمد اليوم رحنا محل عربي العود موجود في الشانزليزيه وجبنا لها هديه جميله هذه يقول بطيبكم يعرف العلوم الحين هذا الجاليري المعرض هنا غرفه العمليات the operations room for everything كل شيء تاخذ شو يس هذا يقول بدا يعدل عليها ويظبطها ويعدل على الالوان لانها صور قديمه ويحطها بالسايز هذا بالحجم هذا ويقول خليها جاهزه لانه ابي اعرضها وين اعرضها ما ادري بس يقول بعرضها قريب ممكن في السعوديه ممكن في فرنسا ما ادري this is you know that this is one of that was the first book in Saudi Arabia being published in 80s there was no book on the kingdom in that time that is the first book which has been published يقول هذا اول او يو yeah this is the book I did in that time يقول هذا اول كتاب نشر كتاب خلينا نقول كتاب مصور عن السعودية نشر في ذاك الوقت. When was that? 80s. يقول في الثمانينات. 1980s. Yeah, always my aim was to show the. محمد رسول الله. Did your book was offered or like shown yes. in? Yes, the book had a good success because in that time there was no book. And especially in the culture of Saudi Arabia, there was nobody was interested. In والله هذا اللي يستاهل إنه يوضع في معرض الكتاب. هذا اللي يستاهل إنه يعرض في معارض الكتاب عندنا في السعودية. أن شيء يوثق
ثقافتنا وتاريخنا والجغرافيا وكل شيء عن السعودية يبدو بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو اللي يستاهل أنه يعرض في معارض الكتاب عندنا في السعودية. With not knowing. No comment. How many pictures you took of Saudi Arabia? Actually, I announced 150,000, but it's not true. There are 168,000. 168,000. Seriously? Seriously. 168,000 pictures. You go like, yani, 150,000 to 186,000 pictures taken of Saudi Arabia. Look, here, all this. Can I have lights here? Yeah, pictures. So this is Santi Bapad. هذه التحميض الافلام القديمه محطوطه هنا في دوسيات. شوفوا يا جماعه كل واحد تقريبا فيه من 3000 الى 4000. In each book there is about 5000 pictures. In each book. تقريبا في كل دوسيه 5000 صور وعليك الحساب. اوه تعال اللي يصور هنا. 77 طالب بالله يا جماعه شوف هذا ميناء جده في 7 ديسمبر 1977 يعني 1398 هجري ايام الملك خالد في ميناء جده مرقمها هنا. So these notes from 70s. Yes. And every evening after the shooting I spend the all day shooting and in the evening before to go to bed. واضح محافظ عليها ما هو قديمه صح؟ يسوي تقارير كل ليله. هذه في الجبيل 1979 ميلادي. Yeah, 3,805. جبيل شرورة الدمام جدة الرياض. All the kingdom. كل السعودية. يعني نجران له دوسية معينة لأنه كان فيها وهذه عن مدن السعودية كلها. I should kiss this. It's big work. Look, for example, on this one. This is on the day 18 to 21 82. هذا إرث وكنز. Because with 168,000 pictures. Don't remember. مستحيل انك تتذكر 186,000 صورة وين أخذت وين. فهو حافظها باليوم بالساعة بالفلان صورة أشياء صورة طبيعة صورة ناس صورة زواج صورة صناعية صورة مدينة صورة ميناء صورة أي شيء. أيام الكربون الأول نسختين يطلع نسخة كربون ونسخة يقول نسخة أرسلها لباريس أحمط ونسخة خليها عندي. يقول هذاك الإرث أو المخزن الأرشيف أسحب منه سلكتد حاجات مختارة ثم اجيبها هنا افرزها فرز يفلترها هنا ثم احطها على الشاشه هذه. يعني لو يسحب ايش تعرف يقول لك السحب من الاحتياطي بالنفط وكذا هذا هو لو يسحب من الاحتياطي منه الظاهر انت تقوم الساعه ما خلص من الصور علشان نشوف الصور القديمه كذا. things are full of drawers with pictures. There is actually here selected there are 13,000. This is the king, yeah. How sort of tomato no? Oh, sorry. Camel. يا خلينا نجيب له ناقه هنا يختلف اكل. This is orange trees. يقول هو اخذ صور صوره للملك عبد الله. It's a popular photo. Yeah, هذه صورة شهيرة للملك عبد الله هو اللي مصورها. C'est vous qui l'avez. C'est moi qui l'ai prise. Oui. And what I like and on this pictures is look is reflection. Yes. Oh, Mr. When was that? 1980. Yeah, some always all that period. في الثمانينات. يقول حبيته لأنه كان فيه انعكاس على طاولته الله يرحمه. يقول لك الآن بعد الفرز اللي تشوفه ذا 186,000. نطلع على تقريبا 3000 صورة المختارة ثم ناخذها نحاول نسوي لها ديجيتاليزيشن يعني اللي هم انه يحولونها الى رقمية لانه ما عاد شيء تحميض الافلام ذاك انتهى فيقول نحاول نرقمنها رقمنا. الان بيسوي لنا واحدة يرقمنها يحولها الى ديجيتاليزيشن اللي هو رقمية ما تعرف ما في تحميض اول. خلينا نشوف ما الوم 186,000 وش بيختار؟ نادر اللي تحصل بعض المعامل اللي يمنتجونها لك او يرقمنونها لك. So now what we do. هذه لها تقريبا 45 ل 48 سنه عمرها. تو بنحمضها الان، طلعها الان من هذه وعلى ما عاد في مكان يتحمض بس بيطلعها عنده الماكينه هذه ترقمنها في الديجيتاليزيشن. Amazing.
مو بكلها سوا يحط واحد حبة حبة. He's going to show you one. What is the work to do just one? يعني تأخذ لها خمس دقائق عشان تطلع حبة واحدة. Il faut que tu déroules, je crois. Ouais. So here is the peaches now that we saw. So here we have the peaches. Then he has to adjust the color. How long does it take? Takes 1 hour to just bring from this film to digital. عشان نحولها من الفيلم هذا التحميض إلى النسخة الرقمية. تمر في بروسس هنا ثم هنا تحمل يقول تاخذ لها ساعه ثم يودون هذا البرينتر الطابعة عشان تطبع 186,000 صوره كل واحده تاخذ لها ساعه وعليك الحساب. This is one of them. Several, but this is one of the pieces who took me to jail because I was shooting this. It was look this house. It's a wonderful. With this woman working. It's so beautiful. I find it so beautiful. Me too. Even it's my country. I like it. I shoot that there was in the village there was a guy. He was not really a policeman. He was a person from the street. Okay. From the village. But he went and he called the police, and they came and they said, "Why are you shooting that?" يقول الصورة هذه دخلتني السجن. هذه صورة لفتيات في عسير، يعني في مزرعتهن ويحرثن أرضهن باستخدام الحيوانات زي الأبقار والحمير ذاك الوقت. بس منظر جميل جدا. لا التصميم المعماري ولا يعني اللبس أو حتى يعني صورة فيها حياة فيها ثقافة. فيقول مسكوني ودون الشرطة وقالوا أنت ممنوع تصور هنا. فالأخير يقول كلمت واحد مسؤول في الوزارة يا ولد ترى سجنوني وكذا فكني. قالت مسموح لك تصور المناسبات العامة الاحتفالات الأمور افتتاح المصانع أي مناسبة رسمية بس أنك من هنا ومن هنا تروح. يقول أنا كنت بصور أي شيء يتعلق بالثقافة بالأرض بالديزاين المعماري بحياة الناس. اللي يقول عارف أنه يوم من الأيام حتحتاج المملكة العربية السعودية هذه الصور لأنه يعتبر إرث تاريخي ثقافي صور قبل 50 سنة خصوصا ما يتعلق بحياة الناس اليومية. طبعا هو تم تكريمه في مسار الصور الفوتوغرافية في الحفل حق جائزة تميز اليوم الوطني من وزارة الإعلام. يستاهل. You deserve more than that. Thank you. Okay. I love it. I love it. طبعا العطران هذا هو اللي ساعده في الكتاب ونشره الفترة اللي راحت وثلاث سنوات يشتغل هو وياه ومهمته انه يقنع الناس. جميل يقنع الناس. ويوم عبوا الصور ورسلوها فرنسا عشان تحمض والكتاب ورسلوها سويسرا عشان يطبعون الكتاب. يقول يوم جيت بطبع على طول يقول ويجيني اتصال انه عطران كان يلعب بالسلاح في زواج وثارت البندق وكلته ومات. يقول حزنت حزن شديد جدا. يقول في الاخير قلت وقفوا قلت طبعوا اكثر من نسخة. يقول قلت وقفوا حطوا على بداية الكتاب إهداء للمرحوم عطران صديقي ودليلي. الله قصة جميلة.